مرحبا بكم. في هذا الفيديو سنطلعكم على قدرات مذهلة يتمتع بها محاربين الشاولين، وهي عبارة عن هالة صوفية تقع فوق هذا الدير البوذي، ولذلك نقول أنه يتمتع بها الرهبان. فسوف نشاهد الراهب الذي يطير فوق النار، وكيف يتعامل هذا الشاب مع منافسيه في الحلبة، وكيف يمكن لهذا الراهب أن يقف بجسمه كله على إصبعه فقط. ولكن أولاً مشاهدين الكرام، متابعي قناة حقائق وأسرار، ادعمونا بإعجاب للفيديو واشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد من قناتنا. أولاً، تشين جون. كان تشين معروف على نطاق واسع بأنه سيد الطيران، وقد استغرق الأمر منه سنوات عديدة من التدريب لتحقيق هذه المهارة. فقد وصل تشين إلى الدير عندما كان يبلغ من العمر 6 سنوات، وكان نشيطاً جداً وينهي جميع مهامه اليومية. وقد لفت ذلك انتباه معلمه، فكم هو مثابر ومجتهد، ولذلك قرر أن يعلمه أسرار الشاولين. فقد كنا نعتقد أن الطيران مثل الطيور وهم، ولكن الشاولين حقق ذلك. فقد علمه المعلم فن الخفة، وبعد عام تمكن من الطيران مثل الطيور. ففي عمر 8 كان يرتدي أساور حديدية في قدميه والتي تزن 0.5 كيلوغرام، وكان كل صباح يقفز فوق 9 قفزات في الهواء فوق الأرضيات المنكسرة، ويكرر ذلك مراراً وتكراراً. وحتى أثناء مرضه لم يخلع تشين تلك الأساور، بل بدأ يبدلها بأساور أثقل من سابقاتها. وبحلول سن 20 حمل وزناً ثقيلاً جداً، 10 كيلوغرام على كل ساق. والتزم تشين بحياة الرهبان، وكان نباتياً نوعاً ما، وبعد كل وجبة كان يذهب للتمشية. وكل يوم الساعة 3 صباحاً كان يصعد للدير مشياً، وكان يستغرق منه الأمر 2 ساعة. وبعد ذلك يذهب للصالة الرياضية في المساء، وكان يدرس على ضوء القمر والنجوم. وقبل نومه كان يقوم بنزهة في الجبال حتى أصبح وزنه خفيفاً وسريعاً بشكل لا يصدق. وعندما خلع أساوره تحرك بخفة كبيرة، وكان يقفز بحرية على سطح المنزل، وكان يطير من سطح لآخر. ثانياً، القمر. ربما يعد هو الأكثر غموضاً والأكثر شهرة في العالم. فقد ولد عام 1987 في الصين، واسمه ليس القمر بل هو اسم مستعار، فاسمه الحقيقي لو شينغ جين. ويعد هذا الراهب من متقني الفنون القتالية بكل دقة، ودرس داخل جدران الدير، وكان يمتلك استراتيجية غير عادية. فقد فاز بأكثر من 60 معركة، وثلث منافسيه استسلموا. وهناك استراتيجية يتبعها، وهي جعل خصمه يستمر في ضربه لفترة، ثم يهاجم هو على الفور أو يسقط على عدوه بكل جسده. فبكلمة واحدة، يعد قمر هو سيد الشاشة وسيد الحلبات، لما له من عرض مثير في الحلبة، وذلك بفضل التدريبات التي حصل عليها داخل جدران معبد شاولين. ولكن البعض يتهمه أنه محتال ماهر. والحقيقة أن رهبان الدير يعيشون حياة منعزلة، ولديهم أسلوب حياة منعزل، حيث يعيش بداخل معبد شاولين 100 راهب يكرسون كل وقتهم للصلاة والدراسة والقراءة والتدريب والتأمل. ولذلك يأتي هنا سؤال، هل للراهب قمر الحق في إظهار كل تلك الأسرار الخاصة بشاولين أمام الناس؟ ولكن الحقيقة غير معروفة، فقد أظهر أكثر من مرة معجزة في وسط الحلبة. ابقوا معنا لمعرفة قصة الأسطوري هاين، الذي ظل حتى 75 من عمره يرفع جسمه كله على أصبعه فقط. بالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من الحقائق الشيقة حول الاختبارات التي يخضع لها الطلاب ليصبحوا رهبان شاولين حقيقيين. ثالثاً، هاين.
توفي في يناير عام 1989 عن عمر 87 عاماً، وولد في مقاطعة سيتشوان في عائلة فقيرة، وفي سن 7 وتحت إشراف ابن عمه بدأ في تعلم أصول الشاولين، وكان مثابر ومجتهد، وبعد عامين أتقن تمارين الجمباز، وقد كان مجتهداً في دراسته، وفي عمر 12 توفي والده، ولكنه لم يترك الدراسة، وفي عمر 17 دخل المدرسة واستمر في اجتهاده، وبعد الدراسة اجتهد لتحقيق الانسجام بين الجسد والروح، والبحث عن معنى الحياة، وتابع مقاطع مسجلة لراهب شاولين جون تشان الذي لديه مقاطع عن الحماس والقدرات الخارقة، واستمر فترة طويلة يتعلم كيفية إدارة ما بداخله من طاقة، والتي يمكنها أن تجعل ماء في إناء يغلي، وبضربة واحدة جعل خصمه يسقط مسافة 3 أمتار. وكان يتبع القواعد بكل صرامة، فقد كان يأكل مرة واحدة ويمتنع عن أكل اللحوم، ولا يلبس ملابس ثقيلة حتى في الشتاء، ويساعد المرضى والفقراء. كل هذا جعله في عمر 75 عاماً قادراً على الوقوف على إصبعه لمدة 50 إلى 60 دقيقة وبكل أريحية، وكان يكمل ذلك التمرين حتى يتخطى 2 ساعة. وقد كانت لديه القدرة على التعامل مع 18 نوع من الأسلحة الموجودة في الدير، وعلى وجه الخصوص اشتهر بفن المبارزة بالسيف، فيمكن أن تسمع صوت نصل السيوف أثناء تلك المبارزة. وعلى الرغم من وزنه الخفيف تلقى ضربة قوية، ولكن كان من الصعب أن تزحزحه، وبفضل خفة وزنه كان يستطيع أن يقفز من سقف منزل إلى آخر. وكان يتقن 3 فنون سحرية، وهي فن حركة القفز على الأعمدة، وفن الطفل، وفن التأمل على الأصابع. وأما عن فن الأعمدة فهي عبارة عن 11 عمود، قطرها 16 سنتيمتر، وارتفاعها 4 أمتار. وهناك العديد من التمارين مثل رفع ساق واحد والنمر الراقص وذيل التنين المقاتل. ويتكون فن الطفل من 10 حركات معقدة تتطلب ليونة وحركة في المفاصل ومرونة في الأربطة، فهي تشمل 32 وضعية. وأخيراً فن التأمل، وهو تمرين تأملي صعب، وهو الوقوف على إصبع أو 2. والآن سوف نتكلم عن التدريبات التي يتم تدريسها من قبل الرهبان في الدير، مثل تقنية اليد السكين، وهي تمكن الشخص من تكسير الصخور فقط بيده أو بإصبعين فقط. فهذه التقنية غير بسيطة، ففي البداية يستخدمون أكياس معبأة بالأرز والبازلاء، ويقومون بضربها بواسطة أصابعهم. وهناك طريقة أخرى للتدريب، وهي حمل حجر يزن 50 كيلوغرام، وهناك من يقوم بضرب الحجر براحة يده، فهذا الأمر يقوم بتشغيل جميع عضلات الجسم، وبذلك عند حصوله على أي ضربة يكون جسمه بالكامل قوي. وأما عن فن الحركة على الأعمدة فهي تحتاج للخفة والتوازن للتحرك على العمود، وبمرور الوقت يتم تقوية عضلات الجسم وخاصة النصف السفلي من الجسم. أما عن أصعب تمرين فهو قبضة الماس، وهو عبارة عن الوقوف على يد واحدة وفي نفس الوقت رفع ساقيك في اتجاه مستقيم. مشاهدين الكرام، متابعي قناة حقائق وأسرار، وصلنا لنهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم كل ما هو جديد من قناتنا حقائق وأسرار. إلى اللقاء.